طيب سؤال، شو بتحبوا تقولوا للأطفال في الغوطة الشرقية؟ الأطفال في الغوطة الشرقية في الشام، شو بتحبوا تعيدون؟ شو بتقولوا لهم هلا في العيد؟ الله يرحم جوادك واصبروا، إن الله صابرين، إن الله مع الصابرين. أحسنت. شو مين كمان؟ شو بتقولوا لهم كمان؟ شو بتقولوا للأطفال هنيك كمان؟ بدنا نقول العام وأنتم بخير. يلا وان شاء الله انتم كمان بخير. ان شاء الله انتم بخير. هي رساله من اطفال حلب الى اطفال الغوطه الشرقيه المحاصرين. بنكرر شو بنقول لهم؟ كل عام وانتم الأهالي من الجيش الحر يقوم بمصافحة الأهالي ويعايدوهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. السلام عليكم. نرحب في المواطنين والمسافرين بعيد الأضحى المبارك، وبنشوف بعض الأطفال والأولاد ونقدم الضيافة وبعض الهدايا لحس أفقر الناس وأشد فقرا وللعابرين وعابري السبيل، والله يعيدوا على الأمة الإسلامية كلها بخير وإن شاء الله بنتفرج قريب. آمين. شكرا جزيلا. أهلا سلام. يعطيك العافية. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. وعليكم ورشي. السلام ورحمة الله. يعطيكم العافية. وين انتم هلا؟ وين اخو؟ نحن في جبهة الصحفيين في خان العسل. نعم. مهاجرين كتيبة الشهيد حسن شعبان. ان شاء الله الله يحفظكم يا رب. الله يبارك فيك. شو اليوم معايدكم؟ كني هون على الرباط مرابطين. الحمد لله رب العالمين. نحن معايدين هون مرابطين في الصحفيين حتى طبعا نأمن الأمان لنا ولأخوتنا المجاهدين وأخواننا وأخواتنا المدني، وإن شاء الله نحن دائما وأبدا عيدنا هو لما ننتصر الثورة على هالظالم وعلى الكافر إن شاء الله. شو بتحب توجه كلمة للمتخاذلين من الدول العالم العربي والإسلامي؟ نقول لهم كلمتين بس، نحن ما لنا بحاجتكم. طالما الله معنا سبحانه وتعالى ما لنا بحاجة أي إنسان مهما كان أمريكا ولا أي دولة في العالم. نحن إن شاء الله الله معنا وإن شاء الله الله ينصرنا. إن تنصر الله ينصركم. الحمد لله. الله يحميكم. هلأ عم نسمع كثير عن موضوع أنه ممكن يصير جنيف 2 والحديث عن مصالحة بين النظام والثوار. ترضوا تتنازلوا انتوا عن شيء من اهداف الثوره او من؟ نحن ما عم نستنى لا جنيف 2 ولا جنيف 3 ولا 5. نحن هدفنا من الاول طلعنا اسقاط هالطاغي بشار الاسد، وما راح نتنازل على اي يعني نقطه او اي بند من هالبنود هاي بدون مقابل اي شيء ان شاء الله. نحن ما لنا مستني لا جنيف 2 ولا امريكا ولا بريطانيا ولا فرنسا لحتى يعملوا جنيف 2 او مقابلات او حتى يعملوا هدنة على حساب هالشعب الفقير اللي شافت كل القنوات شو صار فيه. نعم. شو يعني ما خلى شيء، ما ضرب. نعم. هالناس بالكيماوي بالقذائف وكل الناس عم تشوف ايش عم يصير في هالشعب. طيب شو بتحب توجه رسالة للأخوة والناس المدنيين اللي شاعرين بالأمان وانتم موجودين على الجبهات؟ يعني شو بتحب توجه كلمة للناس المدنيين اللي وراك واللي مؤيدين ثورتكم وهن الحاضنة للجيش الحر؟ نحن بنقول له إن شاء الله على الطريق اللي مشينا فيه واللي بدينا فيه إن شاء الله رب العالمين، ويكونوا مطمئنين نحن إن شاء الله درع لهم لأنه نحن أخوتنا هني إن شاء الله. يعني بنكون إن النصر إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. الله يحميكم يا رب. الله يبارك فيك يا أخي. جولة في أول أيام العيد مع المجاهدين المرابطين على جبهة الصحفيين.
الله أكبر. هذا الخراب الذي خلفته هو إصابات الأسد في المناطق التي تدخلها. بسم الله ونعم الوكيل. هذه هي أماكن كانت تحت سيطرة عصابات الأسد. انظروا إلى الخراب والدمار والنهب والسرقة الذي تقوم به عصابات الطاغية. الله أكبر. هذه إحدى القذائف التي وصفت بها هذا البناء. هذا أثار الدمار من قبل عصابات الأسد. جولة برفقة المجاهدين المرابطين في جبهة خان العسل في أولى أيام العيد الأضحى المبارك. الله أكبر. أماكن تواجد عصابات الأسد. وعليكم السلام. أهلا بكم. قوات النظام المتواجدة في هذه المناشر المقالة الحجرية ومعمل الكرتون. نحن على مدخل مدينة حلب من الطرف الغربي الجنوبي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قوات النظام المتمركزة على أبواب مدينة حلب الطرف الغربي من مكان. لا لا ما تخذ.